واحد بيقول كيف أخزن إزاي يخزن يعني كنوز السماء حتى يكون قلبي هناك. المسيح بيقول اكنزوا لكم كنوزا في السماء. كل مليم تدفعه من أجل ربنا هيكنز لك في السماء، وكل عمل صلب تعمله من أجل ربنا هيكنز لك في السماء. فاللي تقدر تتبرع بيهم المالك فيعتبر كنوز السماء، وأعمال المحبة الأخرى خارج النطاق المادي اللي تعملها بتكنز لك أيضا في السماء. بيقول حيث يكون كنزك يكون قلبك أيضا. وطبعا لما الكنوز اللي تكنسها في السماء تكون خارجة من قلبك ده يكون أجر صحيح موجود في السماء.